احنا الليلة في إطار وجه في تحكم التخليم ووزارة الزراعة لتطوير الزراعة والنهضة بيه وإنفاذ مخرجات الملتقى الزراعي الإقليمي الأول اللي عملناه في شهر 4/2023. دشنا الليلة مشروعين، ومشروع إعادة تشغيل وتأهيل مشروع الميادة وتدشين توزيع التقاوي لعدد 6000 مزارع من صخار المزارعين و25 جمعية زراعية. الهدف من هذا التدشين ده انه احنا دلنا نحقق امننا الغذائي، 2 نخلق فرص بتعامل للمواطنين ونخفف مثل الفقر. واحنا الليله كسودانيين بنعيش في ظروف صعبه بسبب الحرب الدائر، والحرب ده يعني تكلفته عاليه جدا. حتى الان في اكثر من 3 مليون نازح، اكثر من 900000 لاجئ. ده بالضروره بيكون في فجوه كبيره جدا، لانه الناس كلهم منتجين، والحرب دمرت مؤسسات ودمرت راس المال الوطني. بالتالي احنا كحكومه وكوزاره الزراعه بنركز بشكل كبير في دعم قطاعات بتاع الانتاج، ولازم كحكومه كلنا احنا نشتغل بهذه الظروف الصعبه. واحنا زي ما وعدنا الناس، كان عندنا مشروع طموحي بسبب حرب ما قدرنا ننفذ جزء منه، لكن هو هسه احنا ده الخطوه الاولى، وفي مشاريع تانية هنشتغل فيه، وخصوصا مساعدة المزارعين في مكافحة الآفات. ده برضه مشروع احنا بنشتغل معه بالشراكة مع قسم أو وزارة الزراعة الولائية. فأنا بقدم السيد والي